جرى العرف اول ما يتقال لك 4-3-3، اول ما يتقال لك ان في 3 في نص الملعب يبقى الطريقه دفاعيه، يبقى الشكل دفاعي. بس طبعا الاهلي ب 4-3-3 بيبقى شكله هجومي وعنده كثافه هجوميه كبيره جدا في منطقه الجزاء. ازاي ده بيحصل؟ لان كده كده شغل المدير الفني بيخلي لا اما حمدي فتحي يكمل الهجمه. هو في ثلاثيات، يعني انت في هنا ناحيه الشمال حمدي فتحي معلول حسين عبد القادر، الناحيه الثانيه السوليه هاني حسين الشحات. فالثلاثيات ديت مره تلاقي السوليه بيطلع وهاني يكمل وحسين الشحات يخش من جوه، صح. او لا اما المنطقه اللي هي العاميه دايما اللي محدش يشوفها العكسيه اللي حمدي فتحي بيكمل فيها. كان دايما مستر مانو جوزيه لما كان بيجي نعمل تكتيك كان دايما بنعمل الجمله دي، وحد دايما كان لا اما شوقي لا اما انا كنا نقطع في الحته ديت ونروح عاملينها كده. هو دلوقتي بدات تتعمل الكره دي، بدات تتعمل تاني في النادي الاهلي بس على طريقه كولر. الحته 4-3-3 لا، انت 4-3 دي بتعمل كثافه عدديه كبيره، لان الاثنين الثمانيتين دايما لا اما يكمل لا اما يطلع يستلم من على الطرف، لا اما يكمل في ال 18 لا اما يطلع. عمرها ما تكون هي 4-2-3-1 دي، ديت بيبقى الديفندرين دايما ثابتين ثابتين عشان يقدروا يلموا من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، صح. فانت اللي هو بيبقى انت عارف كابتن حسن، كمان انا شفت قبل كده احد الزملاء كابتن عبد الله كان مصور صوره في الورقه في ايد كولر، يعني هو كولر بيكتب هو مصورها. فكولر اصلا في الملعب بيلعب 4-1-4-1 4-1 صح كده، يعني هو كان طريقه كده اساسا. كان مصورها كده، هي هجوميا 4-1-4-1 وحتى دفاعيا انت لو جيت استها هتلاقي برضه دفاعيا 4-1-4-1، صحيح. ما هو 6 ده ثابت طول الوقت اللي هو ديانج، مظبوط. ودي في نفس الوقت يعني على فكره دي من افضل الطرق في العالم، في العالم دلوقتي. ريال مدريد بيلعب بيها، ليفربول بيلعب بيها، اي فرقه بتلعب على حته الاستحواذ وعايزه كثافه عدديه هجوميا وكثافه عدديه دفاعيا هتلاقي الطريقه دي مناسبه. ايوه بس خلي بالك الطرفين على طول نازلين. بس عبد الله خلي بالك الثمانيتين لازم عندهم الامكانيه ان يقدر يروح ويرجع. دي كواليتي اللعيبه، ما ده عايزه مش عايزه كريم قال، صح. كريم قال ان كل الناس او ريال مدريد وقلت امثله يعني فرق كبيره ان هم بيلعبوا بيها، لا ما انت ممكن في فرق كتير ما عندهاش الثمانيتين ان هو يقدر ويروح ويرجع. بالظبط، ما احنا بنتكلم ايه بالزبط. هي كواليتي اللعيبه في الاول وفي الاخر. عندك الثمانيتين اللي يقدروا ينوعوا لك في الشغل وعندهم القدره في الحته الدفاعيه والحته الهجوميه ان هم يقدروا يطلعوا ويرضوا وفي نفس الوقت يقدر يرجع ويدافع بشكل كويس، هتنجحك، صح. دي كمان بتديك يعني في حته مثلا الفرقه اللي هي بتلعب على حته الاستحواذ، انت بتلعب بكام لعيب في نص الملعب؟ انت بتلعب بخمسه، صح. غير كده وكده كمان بقى حته الشفتات اللي بتحصل بين التمانيتين مع الهوف مع الفرد انه يصرف. بس عارف كابتن عبد الله هي محتاجه برضو قدرات بدنيه كبيره طبعا جدا. وهديك دليل انه الدليل ان هي محتاجه قدرات بدنيه كبيره جدا، الاهلي لما دعم في المركز في بتاع التمانيات ده، دعم بمروان عطيه واحمد كندوسي بالزبط. عشان هيبقى محتاج يعمل روتيشن كل شويه. بالظبط، عامل شويه حمدي فتحي بقول لك دي من دلوقتي. افضل الطرق في العالم دلوقتي 4-3-3، وانت لو تيجي تقيسها بقى وتشوفها هي فعلا 4-1-4-1 هجوميا ودفاعيا، لان هو 6 طول الوقت والمفروض او احنا لما بنيجي نتكلم 6 ده مطلوب في الحاله الدفاعيه، شغلك عرضي انت بتغطي في ظهر الناس مظبوط كده. كريم اتضرب انا اول واحد بغطيه، صح. حتى في الحاله الهجوميه هو برضه الراجل الخافي هو الحل، سته ده هو المبدع، مظبوط. يعني في لغه الكوره سته ده المبدع، ده اللي عنده الحلول، مظبوط. ده المفتاح اللي تيجي من هنا عشان تبدا تدور اللعب. فهو طول الوقت وديانج فعلا شغال، وديانج ممكن يعلى كمان برتم اللعب، لان حتى النهارده حته التحضير كان فيها سنه بط شويه، لو في سرعه في الريتم وسرعه اداء في الباص كان ممكن النادي الاهلي يجيب اكتر من 3 اهداف كمان النهارده، صحيح صحيح. واللي يقيس على ذلك لو الميس باص بتاع ديانج كمان خف شويه هتلاقي النادي الاهلي طول الوقت بيوصل بشكل كبير، ممتاز.